راسلنا في الجنوب شرقي كامل المدينة، نحكيه مع سدادة اتحاد بن قبدين لعودة البطولة. كامل أهلا بك. أهلا بك وتحية لكل متابعي إكسبرس فهم اتحاد بن قبدين. اتحاد بن قبدين حب نعمل ربما ريكاب على التربصات اللي قام بهم في الفترة الفارطة. تقريبا قام بخمسة تربصات، تربص في جربة وتربص في المنستير وساقس وتونس حاليا. نزيد نذكر نتائج بعض المباريات الودية اللي قام بهم. لعب مباراة في جربة ضد تطاوين وكان تعادل فيها 2-2. لعب مباراة في بن قبدين بين وبينه وبين نفس الفريق تطاوين وانتصر بواحد مقابل صفر. لعب مباراة في المنستير ضد الملعب التونسي وكيف كيف ربح 1 بلاش. في المنستير نفس الشيء لعب ضد الرجيج وانتصر 1 بلاش. وفي صفاقس لعب مباراة وخسر فيها 1 بلاش. كما نعرفوا حاليا اتحاد بن قبدين يقوم بتربص تحضيري لمباراته ضد النادي البنزرتي. نذكر كذلك بالفريق ككل، معناها ثم لاعبية رجعوا وثم لاعبية مازال متغيبين. نذكر على سبيل المثال مصطفى فرماوي اللي رجع من مصر بعد كورونا في التربص الأخير، وكذلك باش نشاهدوا غياب محمد بن طرشة بسبب الإنذار الثالث، وكذلك غياب اللاعب الجزائري سفيان خليلي بسبب غلق الحدود معناها من اجل كورونا. تقريب هذه بصفه عامه. كذلك نذكر بالمدرب اللي تم مش تغييره لكن تعذر على نضال الخياري معناها تدريب الفريق، وهكا تم اختيار رمزي جرموت مع المحافظ على الكوتش وهو مساعد المدرب سفيان نفكي اللي اختار الفريق معناها في فتره الفراغ. وحاليا كما ذكرت أن الفريق يتربص في تونس العاصمة من أجل تحضيره لمباراة النادي البنزرتي واتحاد بن قبدين. تغيير المدرب كمال في آخر أسبوع قبل عودة الشامبيونان نجم يعمل هذا شوية قلق للاعبية؟ نجم يعمل شوية قلق للاعبية، لكن بما أنه معناه الفترة ما كانتش كبيرة اللي خرج فيها المدرب هذية واعتذر من الهيئة المديرة حسب ما يحكي اللي عنده ظروف عائلية طارئة. سفيان نفكي ربما كان قيدوم، كان ديما متواجد مع الفريق معناها طول المسيرة الرياضية لاتحاد بن قبدين ويعرف اللاعبية مليح، وتحدث معها سفيان وقال معناها تقريب حافظ على نفس الأجواء نتاع اللاعبية، لأنهم اللاعبية تقريبا كلهم يحبوا سفيان نفكي، وهذاك علاش معناها حتى الفترة اللي الاختيار ما طلتش برشا. ورمزي جرمود ود الفريق قبل كل شيء، وهيك معناها باش يحافظوا حتى على الجو العام نتاع الفريق. هذا علاش الناس كل حسوا روحهم مرتاحين ما عدا بعض الغيابات ربما اللي ما عندهاش تاثير كبير برشا على الفريق. بالنسبه للامور الماليه شنو في الاتحاد كمال؟ بالنسبه للامور الماليه حاليا تعتبر عاديه، ومعناها حسب ما سمعت معناها وحكيت مع بعض اللاعبيه انهم خالصين معناها في مستحقاتهم، خاصه ان الفريق معناها يلعب في الراحه معناها في المرتبه السابعه معناها ب 23 نقطه في منطقه تظل. هذا كاش ما ثمش ضغط كبير برشا معناها حتى علي المديره، والدليل ان تربصاتهم كل الاغلبيه كانت خارج بن قبدين، وحتى ما بلغني انهم معناها كل معناها مستوفين المنحه تاعهم. وهذاك علاش معناها حسب ما سمعت ان الاجواء معناها كلها طيبه والتدريب معناها كان في اجواء طيبه، وخاصه كما حكيت لك انهم يحبوا المدربين نتاعهم في وكان على مستوى اللي فات، والا رمزي جرموت اللي هو معناها يحبوه اللاعبيه كل، وهذاك علاش معنا حسب ما يحكوا انهم باش يقوموا بنتيجه طيبه في العيد هذا اللي جاهم بالحظ. معناها من سوء الحظ ان بن قبدين تلعب خارج معناها بن قبدين من بنزرت بن قبدين، معناها مستحيل ان الواحد باش ينجم حتى يحضر صفحيه العيد. معناها هذه ربما نقطه الحزه السلبيه الوحيده تقريبا. عندك فكره تشكيله ان شاء الله في السي بي؟ التشكيله معناها تقريبا هي نفسها اللي لعب في اللي معناها اللي خذوا مباريات الوديه ما عدا غياب كما ذكرت مصطفى فرماوي اللي يعتبر معناها عنصر اي ما لعبش مقابلة الوديه ديجا. لعب الجزائري سفيان خليلي كيف ما لعبوش عنصر هام. وغياب محمد منطرش نفس الشيء معناها ركيزه من ركيزه الفريق اللي حصلوا على النزال الثالث، ما عدا ذلك المحافظه على تقريب على نفس التشكيله نتاع الفريق اللي خاض المباريات الوديه.
يعطيك الصحة، شكرا لك كمال الميلادي على كل التفاصيل اللي مدينا بها بخصوص اتحاد بن قردين. هكا نوصلوا لنهاية فير بلاي اليوم، إن شاء الله عيدكم مبروك والأمة الإسلامية الكل، إن شاء الله غدوة أكيد راحة وكيف كيف نرجعوا على الاثنين مع زميلي أنيس السحبين، إن شاء الله يتجدد معاه الموعد من الاثنين حتى الجمعة كل يوم في الصيفة فير بلاي يجيكم من الثلاثة حتى الخمسة. شكرا علي باشا في الإخراج، شكرا الناصر السيكري اللي أمن لكم البث على اللايف ستريمينج على الباج.